شكرا للزميل هشام الخالسي. أصدقائي المشاهدين متتبعي بي سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة القمة هنا في استاد الكامب نو، أو كما عبر ثلة من عشاق برشلونة لأحباء باريس سان جيرمان، أهلا ومرحبا وسهلا بكم في جمهورية كاتالونيا. البارسا باريس سان جيرمان توتس أمبل كيب هنا باللغة الكاتالونية، يعني كلنا وراء الفريق. على فكرة باريس سان جيرمان أيضا في الكاتالونية هي بي سي جي، البي سي جي اليوم هو باريس سان جيرمان يتقدم لكاتالونيا، ومهره غالي جدا في ظل الرباعية متاع الذهب هناك في استاد البارك دي برانس. اليوم الوضعية أصعب، 4-0 باش نحطكم في الصحن، في الطبق، في الإطار، في الكادر. نقولكم أنه ولا فريق في تاريخ الشامبيونز ليج الأوروبي الوفا تمكن من تدارك هزيمة في الذهاب 4 أهداف. ينطلق اللقاء، الربع ساعة الأولى ستحدد مصير المسابقة في رأي للبارسا. هدف مبكر للبارسا يشعل النار، أن يعديها السلامات، ينطلق البارسا بالأتاك، وكرة بعيدة، مباراة مولعة منذ الانطلاق، ترجع الكرة عن طريق خافير محسكران، مباراة من نار هنا داخل الكامب نو، 98 ألف من العشاق، على انطلاق من نيمار، يمشي نيمار دو برازيل، ضاعت رافينها، رافينها في الكروس خطير على باري، الكرة الأولى خطيرة صعبة جول. الهدف الأول، الهدف الأول في رأي، كرة دخلت وكرة تحسب وكرة هدف. لويس إنريكي البيستولير ولع، ولع المباراة هنا في استاد الكامب نو. أقل من دقيقتين باريس سان جيرمان يخسر ذلع من ضلوع الأربعة متاع الأسبقية، ولافونتاج وبرشلونة يبدأ مسلسل الريمونتادا بالفعل، 1-0 فريق برشلونة. البارسا في وقت الحديث عن الرباعيات، عن ذكرى الخماسيات، عن تذكير السداسيات، عن حكايات السبعيات. يلعب الكرة نيمار، يمشي نيمار، يخرج الحارس كيفن التراب، طريق راكيتيتش، يهرب ليو، جال بولغا، ميسي ميسي ميسي. برسا من الآن لو يعبر باريس سان جيرمان ويعمل الكامباك التاريخي الهستوريك سيذهب للنهائي، بل سيفوز بكأس الأذنين في كارديف يا أمري. بيكي ترجع ضربة راس عن طريق نيمار، نيمار السامبا دي جانيرو، ماذا هناك؟ وفما لمسة يد كانت على لاعب كورزاو على ما اعتقد، الحكم معتبرها عفوية. كاتالان كورة للبارسا خطيرة، توزيع القائم الثاني وكابل تراب، نيمار، نيمار يوزع كورة كورنر، سكن سكينة للبارسا. أو الماركينوس ترجع الكرة من الدفاع، نيمار على القائم الثاني، الراسية وماسكيرانو، شط الكرة خفير عن طريق لوكاس مورا، يلعبون على المساحات، على الفراغات، على المرتدات، الحكم يقول لعب، لوكاس مورا يعكس المرتدة بعيد على إيدينسون كافاني، يمشي الماكينة الألمانية، دراكسلر عدى، دراكسلر وزع فيها لمسة يد، الحكم شيقول، يقول كورنير فيها لمسة يد في رأي الحكم الألماني، يقول العب، هذه الكرة الأخيرة، هذه الكرة الأخيرة فيها لمسة يد على اللاعب خافير ماسكيرانو اللي غير شكل وطريق الكرة، حكم يعتبر عفوية مثل لمسة يد بتاع باري، يكون في الخواتيم. هنا الرأسية، كرة من بلوز وكرة أخرى لفريق سان جيرمان. أجواء كبيرة يا سادة، جماهير لا تصمد، 98 ألف حنجرة عاملة دوباج المنشطات من أجل مساندة برشلونة. لدقيقة 90 ثابتة، الكرة تمشي، باري الرأسية، قوتهم بالرأس ماركينوس، لكن الكرة مازالت خطيرة، ومونيي والكرة خطيرة صعب، والحكم يقول خطأ لباري. ورع سان جيرمان الآن بعد 10 دقائق، باريس سان جيرمان دخل في اللعبة يا البيستوليرو، يدخل سان جيرمان، ترجع ليون ميسي، ميسي والهربة، ميسي والخطأ والفاول، الفاول اللي يبحث عنه البولغا، الكرة اللي يبحث عنها المجنون. جات الكرة باليسار على يمين الحارس ترابلي على يساره، وري هم قالوها هم غنوها، ولكن الفرحة ما وصلوها. خطيرة الكونتر اتاك، يعرف كافاني، كافاني والتاكل في تايم صحيح. باريس سان جيرمان تعود على مذاق الانتصار كل ما يلعب في الملاعب الإسبانية، في الميستاي على فالنتيا، الراسية والدفاع والركنية، حتى سلل، حتى سلل، تسلل على ماركينو، رافينا يلعب، رافينا هات الكرة مع سكيرانو هنا في الكامب نو ويكملوا السيري. أوه يا ولد يا ولد يا ولد، هذا هو السامبا دي جانيرو،
هذا هو السامبا دي جانيرو. نيمار الغدار مر عبر القارات. اي 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 كرة الهدف الثاني من نيمار. اخطر كرة للبارسا بلغتي هذا وذاك. هذا اسباني باسكي راسه صحيح، راسه حديد، راسه عنيد، يدرك صعوبة البدايات من اجل حسن الختام وحسن الخواتيم. تحط الكرة يمشي ميسي، اتيكي اتاكا ولكن قوية. هذه ليست تاكا، هذه توكا. والحكاية متقاربة، النتائج فيها خذ وهات، فعل وردة فعل. البارسا ربح 4، باري ربحوا 3 وتعادل في 3. 31 هدف في 10 مواجهات، بهدف الليلة 32. ليونيل ميسي، ليونيل ميسي، ليو ميسي، خطيرة، برافو كيفن تروب. ترجع الكرة بين هذا وذاك، تتوصل للرحلة. الكرة استفادت من الاقتصاد والاقتصاد نجح في كاتالونيا. بارسا في قادم الدقائق، نيمار يرجع الكرة، نيستا، نيستا يسدد، نيستا ولا يعبر. الأجواء الباريزية، أجواء باري مؤمنة للحظة. ترجع الكرة رافينا، يهرب رافينا، تعدى وفاول آخر للبارسا. فاول آخر على كورتزاوا المرة هذه، ورقة صفرة ممكن في طريقة لكورتزاوا. ترجع الكرة لميسي، ينتقد كرة ثانية في كرة ثابتة. هذه الكرة الأخيرة وين ضربت؟ وين ضربت؟ ضربت عن طريق ماركينوس، عن طريق الهجوم. يمشي نيستا، نيستا لجوكوند، خسر الكرة لكن خطأ من راقي. يمشي شاط حتى لا ما حتاش لوكاس. باريس سان جيرمان يواصل ارتكاب الأخطاء. مونيه مش لاقي حل، متفوق عليه نيمار. نيمار اليوم في السوبر فورما. كرة خطيرة يا باري، الراسية والسلامات، سلامات، كرة ترجع لسان جيرمان. المباراة تزداد صعوب. مدرب خبير في أوروبا وربح 3 مرات لأوروبا ليج أمامك في الصورة. عمرك طويل يا أمري، عمرك طويل. ميسي، ميسي حاط الكرة، الدفاع صحيح. وانا هو ميسي، وميسي ممكن ياخذ كرة عرضية خطيرة، عرضية زاحفة، جابها كامل اتراب. ميسي على طريقة سلتا فيغو، خرج كرة عرضية خطيرة برشا، عرضية صعبة. بيكي حط الكرة، انيستا، انيستا. دقيقة 33 والحكم يقول ما فما شيء على نيمار. مباراة تتواصل. ميسي يهرب، ميسي حط الكرة خطيرة والتسديدة والحارس. كرة شوطة كانت من البيستوليرو، والكرة تمشي خطيرة على طريق راكيتويتش ولكن تغطي بالدفاع. الكرة ضربة مرمى للحارس تراب. يا راجل ممكن لو لعب أرسنال فريق السيدات بطل أوروبا لما خسر بالعشرة ذهاب وإياب. لحد الآن باريس سان جيرمان باستثناء الدخلة أموره يسير فيها بشكل مميز في رأيي. ما في دور الثمانية. ترجع الكرة لفريق البارسا، خطيرة، إنيستا، إنيستا يقاتل ماذا يفعل؟ وجول جول 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 إنيستا الماجية، إنيستا الماجيكو أندرياس. 2-0 ولعت مرة أخرى في دقيقة 38. أي سيناريو كورزاوا، واحد في البداية والثاني مع النهاية. والشوط الأول كابوس لباري، والشوط الأول فيلم رعب لباري سان جيرمان. وبرشلونة يعمل شطر الريمونتادا، نصف الريمونتادا. أي هدف من العدم، هدف صنعه، هدف خلقه، هدف أوجده الرايع أندرياس إنيستا. شوف ماذا فعل أندرياس، والدفاع وكيف التراب. والثالثة على اليمين، يمشي بالكرة على اليمين مرة أخرى، بعيدة 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 بعيدة. باري اختنق، باري اختنق، باري اختنق، باري اختنق. جيبوا لي وزير البيئة الفرنسي باش يلقى حلول لأكسجين العاصمة الفرنسية. بسو خلي المباراة عارف من هو البارسا في الكامب نو. جحيم، جحيم. الجماهير العربية اللي حضرت في هذا الستاد تعرف كمية الضغط على الفريق المنافس. الحقيقة بيني وبين روحي وتم مع البارسا فيه، لأنه يعني عندهم قدرات هجومية ممكن يستجوا في أي لحظة. يلعب أجريسيف برشا، وكرة خطيرة، وخطيرة والدفاع غايب تماما من باري. ما تودي أين ذهب؟ ذهب في مهب الرياح. مباراة العمر، مباراة التاريخ. أصلا البرسا تاريخ وأسطورة. ميسي، ليو ميسي، شرى كرة خطيرة برشا لو تم التوزيع. الكورنر. ثقتهم كبيرة في فريقهم، ليس تمويل، لا، في قناعاتهم. والكرة تمشي، ضربة راس، الدفاع الباريزي ما زال صامد. يبحثون، يتقدمون،
يتوهجون وباريس سان جيرمان. خافير حاط الكره راكيتيتش، خطيره من راكيتيتش. اين سنضعهم لو رجعوا وعملوا الريمونتادا امام فريق بحجم البي جي؟ اومتيتي نيستا، انيستا حاط الكره، يرجع على خطا، والشوط الاول ينتهي على هذه الكرة في كاس الاتحاد الاوروبي. خطيرة للراسية، درجة دفاعية، طريق دراكسلير، دراكسلير عدى دراكسلير، انطلاقة قوية، شكله امري فهم الدرس، إذا باش يكمل بخطة الشوط الأول يخسر 4-5 بالمرتاح. فريق الكتالوني عن طريق لاجوكوند، يلعب لاجوكوند، دعني استا، هو نيمار، وماذا قال الحكم؟ ماذا قال الحكم؟ مش ممكن على الكرة، مش ممكن على الكرة. فيها نقاش كبير، الزفر الألماني، الألماني هبلنا، الألماني جننا، الألماني شقرر. هنا مناوشات وضرب جزاء، فما اللي ما يسامحش، اللي ما يرحمش، ليونيل ميسي من أجل الترسيرو. يمشي ليو ميسي قدام تراب، ميسي وتراب وجول، جول 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 ديال اس برشلونة، الترسيرو إنريكي، التروازيام يا إمري. 3-0 البارسا، 3-0 برشلونة. التغييرات مفروضة، التغييرات حتمية، شطر الفريق غير موجود اليوم. هل اعتقد الفريق الباريسي في الترشح مبكر؟ مش ممكن. الهدف رقم 11 عن طريق ليو ميسي بعد 4-0 مؤدب بالسقوط، ولكن ليس بعد. باريس سان جيرمان عمل ماتش العمر اوروبيا في البارك اليوم في 50 دقيقة لعب. برشلونة يعمل ماتش السيكل والقرن. الكرة تمشي والصورة تمشي والحكم يكون لعب، والجمهور السوسياس يضغط في الكامب نو. لا يا نيمار، لا يا نيمار، ما فيهاش اي كونتاكت عادي. بليز مش موجود، يمشي رافينها، رافينها عرضيه. الفريق الكتالوني البلاو جرانا داتاك، 3-4-3 تقلق برشا. كافاني يمشي، كافاني ولكن ما يمسهاش، يمشي يمشي بالكره. انخل دي ماريا، دي ماريا، دي ماريا، بوسكيتس، ميسي، ميسي حلوه والدفاع احلى. الرجل الذي لم يخسر الا خمسه واحده في حياته في 603 ماتش. يا رسول الله، هكذا يقول عشاق باريس، اتت الليله تخسر. هذه برسا لباريس سان جيرمان، خطيرة عرضية، مش ممكن إلى ركنية، ركنية راسية، وكرة تمشي، درجة خطيرة، وجول. كرة صعبة قريبة، كرة صعبة قريبة. هنا رفقائي، يمشي دي ماريا لأحلى كرة، لأغلى كرة، دي ماريا يلعب كرة، الفالس، والكرة ترجع، خطيرة. باري يستسد باش يشوط، جيرار العباس، خطيرة من ميسي، صعبة صعبة. بطولة الشامبيونز ليج للشباب، كرة خطيرة وجول. كافاني، كافاني السفاح، البيستوليرو إيديسون، إيديسون البطيخة وليس بطيخة. كافاني ما طلعش بطيخة يا رجالة، 3-1 إيديسون كافاني. الفرحة تنقلت، الفرحة بدلت، تغيرت، مش ممكن على هدف. كرة قاضية هي اللي يستناو فيها إمري، المسؤول على وصول النتيجة 3-0. إمري هو المسؤول، لأنه رفض اللعب وركل الدفاع، واللي يركل الدفاع عبارة انتحر، عبارة صح على وثيقة إعدامه. ممكن يرى بدنيا، أهرب كافاني، كافاني جول، كافاني جول، خلص 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 خلص، ما خلصش ما خلصش. تير شتاجن بسبع أرواح، تير شتاجن بسبع أرواح، والكرة ترجع. نيمار يمشي بالكرة، ناي 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 نيمار، ما فاق من الصدمة. كرة الرابع، 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 وضرب الجزاء. لا، الحاكم ماذا يقول؟ يقول تمويه، يقول له عملت بلونجون. كنت نحكي على السين، ونحكي على نيس، ونحكي على موناكو، ونحكي على ريفير، ولويس سواريز يتحصل على ورقة صفراء. الرابع يا ميسي، أردا، أردا، ترى جول 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 على الخط، من كرش الحوت، من كرش الحوت طلعها من. أعتقد أن المهمة صارت شبه مستحيلة، والريمونتادا رجعت صعبة وأصعب. نيمار يمشي، ليو، ليو يرد، ليو يرد علي ويرد عليهم. لا، ميسي ولويس، لويس سواريز يقاتل لويس، ولكن بيديه وبساقيه وبراسه وبخشمه وبكله. أم تيتي يمشي بالكرة، يضرب نيمار. صار المباراة تبقى بنفس السسبانس، بنفس الريتم، ما احلاها كرة. أردا أو نيمار، نيمار لليو، ليو مش في يومه، سجل في كل مباريات الأوروبية هذا الموسم. يمشي ميسي حاطة، ليو كاد يشعل الربع ساعة الأخرى.
على وسام الشرف لحد الان. باري بطاقه العبور للحظه. سواريز انا شخصيا يعجبني، عندك الروح، هي لقطه كيليني تبقى تاريخيه. غلب عليه البينوكيو حظه، مير حماسي خطيره والراسيه والرباعيه ممكن الله، ولكن الحكم رفع راياته. الحاكم رفع ايديه في الحقيقه ومساعد رفع الرايه على ارض الكره. يارب دي ماريا، دي ماريا، دي ماريا يعمل عرضيه شابها الدفاع، الحكم ماذا يقول؟ يقول العب. دي ماريا روزاريو لاعب بنفيكا، لاعب الريال مدريد، لاعب المانيو يونايتد، على طريق سيرجيو روبرتو، روبرتو 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 والدفاع خطيره بس الكره شاصي راكيتيتش، راكيتيتش على خدمه تقطيع جزاء. ربع النهائي للعام الخامس على التوالي، وكافاني وكذا 100%. لا اردا توران يحاول، اردا يوزع والدفاع. كافاني في كلمة اليوم أرشح باري للبطولة. ترجع الكرة لفريق سان جيرمان والحارس، ترجع الكرة مرة أخرى وتراب والرباعية نيمار. يا رب دي ماريا خلص 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 دي ماريا، مش ممكن. أنخل دي ماريا، أنخل دي ماريا ضيع كرة ثلاثة. نيمار يمشي، نيمار وفي خطأ للبرازيلي. رسميا باريس سان جيرمان في ربع النهائي، ولكن بأي نتيجة؟ أول هزيمة أوروبية للبي جي في هذا الموسم. يمشي نيمار حتى، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سامبا يا الكاريوكا دي جانيرو، ما هذا؟ ما هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين تعلمت هذا؟ وكيف تسأل عن هذا وأنت ابن الكوبا كابانا يا الكاريوكا؟ سامبا دي جانيرو رابع رابع على التقرة اللي تكتب كرة تدرس. ميسي خطيرة، مش ممكن مش ممكن، ضرب جزاء مش ممكن، ضرب جزاء. إنه الزلزال، الخمسة تقرب، الخمسة تقرب. يا الله ماذا يحدث؟ يا الله على الكامب نو، يا الله على لياليه الملاح، يا الله على ليالي أسطورية. يمشي نيمار، يمشي البرازيلي نيمار. جول 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 جول. خمسة 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 واحد، لولا كافاني لحد الآن. قلت لكم لو لم يسجل باريس سيغادر، لأن البارسا سيسجل أربعة وخمسة. خمسة واحد ولعت، شعلت يا ناس، شعلت 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 هنا في الكامب نو. مباراة التاريخ. أردا توران، أردا توران، أردا أردا عرضية. هذه عمرها 100 سنة، عمرها ما عاشت يوم مثل اليوم. هذيك عمرها 100 سنة، عمرها ما حضرت ليلة مثل الليلة، ولا زهاد كيف الليلة، ولا فرحت كيف الليلة. ليلة غير كل ليلة. بدل الضايع تمشي كرة طويلة، تلعب ضربة راس والحارس كمان تروح. باس بارسا، بارسا تستمعون، كرة تمشي مولعة، ترجع كرة. جمهور باريس سان جيرمان اللي ما فرحش في 3-1 فاهم كرة أكثر مني أنا. يمشي ميسي، هربة ميسي، دخلت ميسي، هيجت ميسي، جنون ميسي، فاول الليو ميسي. يمشي ميسي، ميسي وزع، ترجع كرة من الدفاع، مسات كرة، هو نيمار، مش يضرب نيمار، يوزع نيمار، وجول! جول جول! مش ممكن مش ممكن مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة، البارسا يقلب الطاولة. دقيقة 87، النتيجة 3-1، البارسا يحتاج 3 جوال، فعلوها. جمهور الكامب نو في الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنتولوجية، تاريخية تاريخية تاريخية. 6-1 6-1، يا الله يا الله على زلزال الكامب نو. هل انا ما زلت فوق كرسي ام سقطت؟ هل انا ما زلت فوق الكرسي ام طحت؟ مش ممكن. ماذا حدث بالكامب نو؟ ماذا حدث يا سويكان؟ يا سويكان الكتالوني والكامب نو تفجر ببرشلونة الاصرار. 6-1 6-1 في مباراة تاريخية، وانتهت المباراة، انتهت المباراة. 4 دقائق مجنونة، لا يفعلها إلا البارسا، لا تفعلها إلا الأسطورة، لا يفعلها إلا الأساطير. 6-1 يا ريكي. نعم نعم، الريمونتادا التاريخية لم تحصل أبدا ولن تتكرر أبدا. البارسا الذي خسر في باري 4-0 رجع 6-1 عن طريق سيرجي روبرتو.
الباريس سان جيرمان خسر التأهل في الدقيقة 87 خاسر 3-1. مش ممتع المباراة مجنونة. الترشح هرب في 3-0 لبارسا، كبر 3-1 لكافاني، ولكن بعد في 5 دقائق أخيرة انهار كامل التراب والرفقاء. باريس سان جيرمان يغادر بطريقة دراماتيكية، البارسا يربح ماتش أسطوري، وهذا جمهور كاتالونيا يغني.